السلام عليكم أولادي بناتي الأعزاء، إن شاء الله تكونون كلكم بخير بصحة وعافية وأمان، أنتم أهلكم وعوائلكم الكريمة. اليوم راح نقدم لكم المحاضرة التاسعة والأخيرة إن شاء الله لمادة المالتي ميديا، وأيضا راح نكون نغطي هذه المادة وهذا المحور هو المحور السادس بعنوان الفيديو بيسكس. راح نغطيه بشكل نحاول ان نغطيه بشكل كامل وبامور بعض الامور والمواضيع والفقرات راح ايضا نستبعدها من الامتحان النهائي لضيق الوقت. فاتمنى ان شاء الله تكون المحاضره اليوم ممتعه ومفيده بالنسبه لكم. نبدي اولا بالصفحه الاولى للمحور السادس، صفحه 69، الفيديو بيسكس، أساسيات الفيديو أو الملفات الفيديوية. فد مقدمة بسيطة وتعريف بسيط للفيديو. will can be defined as the photographic images that are played back at speeds of 15, 25, 30 frames per second and provide the appearance of full motion. يعني هنا عندنا احنا الفيديو هو عبارة عن بعض الصور، متكون من مجموعة من الصور، الفريم الواحد به مجموعة من الصور، يعني يتكون الفيديو من فريمات فريمز، كل فريم يتكون من مجموعة من الصور، هذا يكون لي مجموعة الصور تكون لي الفريم، ومجموعة الفريمات راح تكون لي الفيديو. فإذا هو عبارة عن صور متتابعة بسيكونس معين، راح تنطيني هاي الصور فريم ومجموعة من الفريمات اللي راح تكون لي الفيديو أو الحركة الموشن بالصورة. طبعا السرعة مالت الفيديو، سرعة الفيديو يعني يكون يعتمد على الفريمات بالثانية الواحدة، يا أما يكون 15 فريم بالثانية الواحدة أو 25 فريم بالثانية الواحدة أو 30 فريم بالثانية الواحدة. فتصوروا أنتم كل فريم هو مجموعة صور، و الفيديو متكون من عدة فريمات، فراح يكون عندي بالثانية الواحدة هو أما 15 أو 25 أو 30، فراح يكون عندي يعني لي سرعة الفيديو. راح يظهر لي بعدين بفول موشن، بحركة كاملة. طبعا احنا راح نميزها كفيديو، ما راح نميز الصور، مجموعة الصور الموجودة. هذا الفيديو عفوا هذا الشكل او الصور الموجوده امامنا يبين لي الصور، هذه الصوره رقم واحد، صوره رقم اثنين، صوره رقم ثلاثه، صوره رقم اربعه، هذا يكون لي فريم، هذا الفريم متكون من اربع صور. شوف الحركه مال لاعب الجولف اللي هو مرافع ايده وبتدريجيا ينزلها الى ان يضرب الكره، وهذه كلها طبعا فريم واحد. ايضا هذه الصوره اللي بعدها هي عباره عن مجموعه صور، راح تكون لي فريم، ومجموعه الفريمات راح تكون لي الفيديو والحركه الصوريه اللي راح تكون فيديويه وبها صوت ايضا. هذا هو مفهوم الفيديو، اذا مجموعه صور متكون هو مجموعه فريمات، وكل فريم متكون مجموعه صور وسوي لها بلاي باك، فراح تصير عندي اللقطه الفيديويه. الفيديو بالنسبه للفيديو طبعا احنا عندنا ديجيتال فيديو، واحنا نتعامل ويا الديجيتال والاجهزه الحديثه كلها تتعامل مع الديجيتال فيديو، ويمثل لي الكابتشرينج المانيبوليتنج والستورينج المن للموفينج ايمجز. يعني نجي ناخذ الصور نلتقطها ونعالجها ونخزنها لهذه الصور، نخزنها راح تكون عندي بعد المعالجه راح تكون عندي الفيديو اللقطه الفيديويه الرقميه. طبعا هاي نقدر نعرضها بالكمبيوتر، الكمبيوتر ياخذ فقط اللي يعني يتعامل مع الديجيتال فقط، ديجيتال فايلز كملفات فيديويه ديجيتال. هذا يتطلب من عندنا انه نسوي موفينج للايمجز حتى يصير عندنا فيديو ويقدر يتعامل بها الكمبيوتر. كلمه الديجيتال احنا عرفناها، يعني هي عباره عن ديسكونتينيوس، مو مستمره، يعني عكس الكونتينيوس، عكس الانالوج، ديجيتال عكس الانالوج. الانالوج هي معناتها كونتينيوس، والديجيتال هي معناتها ديسكونتينيوس. اوكي، هذا عرفناها احنا. البيكسلز هي الفيجوال بيكسلز،
هي ايضا هي اليونت او ابسط وحده او اصغر وحده بالملفات الديجيتال فيديو. اذا البكسلز مثل ما عرفناها هي الوحدات الاساسيه للصوره، ايضا هي نفسها الوحدات الاساسيه للفيديو. الفيجوال بيكسلز هي الوحدات الاساسيه للديجيتال فيديو. اوكي طبعا راح تكون هي البكسلز متكونه من الالوان الصور الفيديويه الموجوده تحت فقبي. هناك خمس اشياء يجب ان نخليها بنظر الاعتبار عندما نشغل الفيديو. اوكي شنو الاشياء اللي نخليها بنظر الاعتبار او نعتبرها؟ عندنا خمس اشياء: الفريم ريت، الفيديو ريزولوشن، والفيديو كولرنج موديل، والرو فيديو، والاسبكت ريشيو. الاسبكت ريشيو خمس اشياء رئيسيه لازم نخليها بنظر الاعتبار، نجي نمر عليها بشكل سريع، ايضا هذه مهمه. الفريم ريت، الفريم ريت نسبه الفريم اللي هو الفريكونسي التردد. اوكي نورمالي بير سكند، ايش قد كم فريم بالثانيه؟ هذا الفريم ريت هو عدد الفريمات بالثانيه الواحده، مثل ما قلنا 15 او 20 او 25 او 30 الى اخره. At which frames in a television picture, film or video sequence are displayed. يعني الفريم ريت هو عبارة عن عدد الفريمات بالثانية الواحدة. الفيديو ريزولوشن طبعا هاي دقة الفيديو، تعتمد على عدد البكسلز الموجودة بالدايمنشن. اوكي مثل ما قلنا الصورة ايضا الدقة مالتها الريزولوشن هو تعتمد على عدد البكسلز بالصورة. هنا عدد البكسلز بالدايمنشن راح يكون عندي يعطيني دقة الفيديو. كل ما زاد عدد البكسلز كل ما كانت دقه الفيديو ريزولوشن راح يكون اعلى. الشيء الثالث هو الفيديو كولرنج موديل، كولر سبيس يعني الفضاء اللوني، الفضاء اللوني الالوان الموجوده بالفيديو. هنا تعريف الكولر موديل مثل ما تشوفوه از ان ابستراكت ماثماتيكال موديل. زين شنو شو يوصف لي هذا الموديل ماثماتيكال موديل؟ نموذج رياضي يوصف لي الالوان المتمثله وين؟ بصف من الاعداد، tuples of numbers. يعني هنا اللون هو يتمثل عندي بصف من الاعداد باعتبار هنا الفيديو هو اكثر تعقيدا من الصوره وهو عباره عن مجموعه صور. فاذا هذا ايضا ناخذ بنظر الاعتبار. بالنسبه للشيء الرابع هو الرو فيديو. رو فيديو شنو هذا يعني الرو فيديو؟ It is the unprocessed data، هو بيانات غير معالجه. From a camera image sensor، منين تجي هذه البيانات الغير معالجه؟ من السنسر، من المتحسسات صوره الكاميرا اللي نلتقط بها الصور. هنا نجي على النقطه الخامسه نسميها الاسبكت ريشيو. اسبكت ريشيو الاسبكت يعني المظهر، الهيئه، يعني الشكل او المظهر اللي يظهر به الفيديو. نسبه المظهر the aspect ratio of an image للصوره شنو هو الاسبكت ريشيو؟ يوصف لي البروبورشنال ريليشن شيب، يعني العلاقه النسبيه between its width and its height. يعني هنا الصوره يعني عندي صوره بها عرض وبها ارتفاع. اوكي عرض الصوره وارتفاع الصورة، فهنا الريشيو مالتي هو يمثل لي العلاقة النسبية ما بين العرض والارتفاع للصورة. اوكي؟ فنقدر نعبر عنه برقمين، هذا الاسبكت ريشيو هو يعبر عنه برقمين وتفصلهن سيمي كولون مثل ما هذه، مثلا 16 9 العرض والارتفاع. عرضها 16 ارتفاعها 9 وتمثل بهالطريقة هذه. 16 سيمي كولون والعفو كولون كولون مو سيمي كولون. اسف يعني نقطتين 9. اوكي هذا تتمثل بها الاسبكت ريشيو. نجي على هذا الموضوع للاطلاع، الفريم دايمنشنز، نمبر اوف لاينز اند ريزولوشنز. هاي شوي بالتفاصيل راح ياخذ الموضوع، الفريم الدايمنشنز مالته، لاينز الدقه مالته، مثل ما احنا شرحنا بشكل مختصر. وهذا التيبل يمثل لي عندي الفريمات الفيديو الشائعه الموجوده او السايز مالتها، شوفوها كثيره هي. يعني احنا المفروض ايضا هذا تطلعون عليها، طبعا كلش مهمه ومفيده لكم هذه في صلب الماده.
ولكن احنا ما ندخلها بالامتحان النهائي، هذه مهمة ايضا تطلعون عليها يعني. زين، نجي على هنا موضوع مهم جدا. هذا الموضوع ايضا بمسألة رياضية، اوكي، هذا مسألة رياضية ايضا، هذه داخلة ومهمة. لازم نعرف شلون نحسب الفيديو سايز من خلال هاي المعادلة اللي تشوفوها بداخل هذا المستطيل. In order to know calculate the size of a given video clip، عندي فيديو كليب، بدي اعرف السايز مالته، شلون احسب السايز مالت الفيديو كليب؟ عندي فيديو كليب، اعرف شلون اطلع السايز مالته ماتماتيكلي بطريقه حسابيه. بس طبعا هذا ما مضغوط، without compression، هذا الفيديو ما مضغوط، حتى احسب له السايز مالته نستخدم المعادله التاليه. هاي المعادله ايضا مهمه، وفيديو سايز طبعا بالبت، احنا نريدها بالبت، ما تطلعوا لي اياها بالبايت، اوكي، او طلعوا لي اياها بالبايت، حولوا لي اياها بالبت مثلا في حاله انه يجيكم اي سؤال. فشلون نطلع الفيديو سايز؟ الفيديو سايز هو عباره عن العرض، الويت في الارتفاع، الهايت في البت بير بكسل، البت بالبكسل الواحد، كم بت بالبكسل الواحد. في الفريم ريت، نسبه الفريمات الموجوده. في الديوريشن، المده، التايم ديوريشن، مده الفيديو، اوكي. هذه شنو المعطى من عندها؟ راح نعطيكم المعطيات هذه وتضربوها وتطلعوا لي الفيديو سايز. مثلا السؤال هنا، السؤال عندي مثلا حتكون يعني حتى للتوضيح هذه المعادله، البيت بالبكسل، طبعا الويت معروف، عرض الصوره، الهايت، الارتفاع، موجودات يعطى بشكل مباشر ومفهوم. البيت بالبكسل ايش راح يعطيني؟ يعطيني اذا كانت ار جي بي، تتذكرون بالصور لازم 24 بت ياخذ، بالار جي بي الملون هو 24 بت، من نقول ار جي بي يعني 24 عندنا، اوكي. بالجراي ليفل، بالجراي سكيل ليفل راح يكون 8 عندي بالرصاصي، مو الملون، ملون 24، الرصاصي 8، وواحد المن للباينري، ابو اللون الواحد. عندي ثلاث انواع من الصور اذا تتذكرون، اوكي، او اربعه، المهم ثلاثه، اللي هي الاولى الباينري اللي هي لون واحد، نعطيها واحد 1 بت. الجراي ليفل بها 8 بتات اللي هو بايت واحد، والار جي بي هي 24 بت اللي هي 8 بايتات. هذه البت بير سكند، ما عندي غيرها، ثلاث انواع. نجي على نقول شنو الفريم ريت. الفريم ريت اللي هو قلنا قبل شويه هو عدد الفريمات بالثانيه الوحده، اما تكون 15 او 25 او 30، فريم بير سكند، فريم بير سكند، اوكي، هذه 15 او 25 او 30 اور ايفن مور او حتى اكثر، يعني هاي احنا تعطى ايضا نسبه الفريمات، فريم ريت يعني عدد الفريمات بالثانيه الوحده، اوكي. الديوريشن هو التايم بالسكندز بالثانيه، يعني تايم، هذا فقط الديوريشن، يعني تايم فقط، وقت لا هو فريمات ولا. اذا هنا بالتات، هنا عدد فريمات بالثانيه، هنا وقت تايم. مثلا اكزامبل، خلينا ناخذ مثال توضيحي، مثال توضيحي، اوكي. هذا المثال فايند ذا سايز ان كيلو بايت، يعني هذه هم زايده، كانه اذا اجتي ان كيلو بايت لازم تحولوها من بت الى بايت الى كيلو بايت، شوف شو يطلع عندكم. فور 10 مينتس، هنا بالدقائق منطين 10 دقائق، احنا عندنا شنو؟ كله سكند، اذا هاي لازم تتحول، هذه الكيلو بايت تتحول. زين، فايند ذا سايز ان كيلو بايت فور 10 مينتس فول اتش دي، اوكي. شنو فول اتش دي؟ 1920 في 1080، هاي الدايمنشن مالتنا، اوكي، هذا الدايمنشن. زين، فيديو سيكونس ار جي بي، هنا حدد لي، اذا شنو صار ببالي من قال لي ار جي بي؟ اخذ 24 بت، ان البتات هو 24، اوكي. من اقول جراي لا ناخذ 8، من اقول باينري اقول اخذ واحد، اذا ار جي بي تايب وذ فريم ريت، هنا نعطينا الفريم ريت ايضا، هذا الفريم ريت مباشره 30 فريم بالثانيه الوحده، ثاني ال 30 هذا 30. فاجي اطبق فقط هاي المعادله، نقول الفيديو سايز يساوي العرض في الارتفاع، اوكي، العرض ايش قد؟ الارتفاع ايش قد؟ هسه نجي نحل،
نجي ناخذ المعطيات نكتبها على صفحه ال RGB حتى ما ننساها، نقول يعني 24 بت يعني ايش قد 3 بايتات، هاي اكتبها على صفحه معطيات اني منطيها. اوكي زين، نجي على التايم بالثانيه، الوقت بالثانيه، ايش قد الوقت اني منطيني بالاكزامبل، ايش قد الوقت منطيني 10 منت. اوكي الوقت 10 دقائق، يعني اذا بالثواني نضربها في 60 تطلع 600 ثانيه، هاي العشر دقائق هي 600 ثانية، هذا الديوريشن، هذا الديوريشن التايم. اوكي نجي نقول نطبق المعادلة، فيديو سايز هي 1980 العرض، عفوا 1920 هنا أنا خطأ، في 1080 الارتفاع، في 3 شنو 3 بايتات اللي هو شنو 3 بايتات. اوكي في عدد البايتات في 30 اللي هو الفريم ريت، في 600 اللي هو الديوريشن، يعني مجرد تطبيق مباشر للمعادلة، ولكن فقط يعني ننتبه الى تحويلها من الدقائق الى الثواني، من الكيلو بايت للبايت الى اخره. اوكي هسه هذا طلع لي بالبايت، اذا انا طالب بالكيلو بايت فهو مجرد البايت تضربوه في 1000 العفو تقسموه، لان عندي بالبايت اريد على بالكيلو بايت اقسمه على 1024، اقسمه على 1024 هذا طلع لي يعني هسه بالبايت، يعني اللي هنا الحل صحيح ولكن بالبايت، انا طالب اريده بالكيلو بايت حتى نحول الكيلو بايت، الفيديو سايز شو يسوي هذا نفس بالبايت على ال 1024 راح يطلع لي بالكيلو بايت، هذا الرقم بالكيلو بايت. هذا المثال ايضا مهم وسهل ومفيد في كيفيه ايجاد الفيديو سايز، حجم الفيديو لفيلم فيديو او اي فيديو كليب، ولكن هو غير مضغوط طبعا بنوعيه الوان معينه تعطى لكم بالسؤال. نجي ناخذ معادله ثانيه، معادلتين عندنا بمحاضره اليوم، اللي هي المعادله الثانيه الفيديو ريت، عندنا كانت الفيديو سايز وهنا الفيديو ريت بالبتس بالتات، فيديو ريت. اوكي هي ايضا العروض في الارتفاع في البت بير بالبكسل في الفريم ريت. اوكي هذه بس هذه المعادله ايضا تعطى هاي لكم، العروض الارتفاع البت بير بكسل كم بيت بايت كذا، حولوها بالفريم ريت، فريم ريت ايضا يعطى لكم. و هذا ايضا مثال، مثال what is the bit rate for high definition TV HDTV، يعني high definition TV. اوكي هذا المصطلح HDTV high definition TV، السولوشن مالتنا العرض 1920 بالارتفاع 1080. اوكي اذا على نفس الاكزامبل الاول في 30 اللي هو البت بير سكند، في شنو 24 البت الفريم ريت، 24 فريم ريت اللي هي 24 قلنا مالت ال RGB راح يطلع لي 1.39 جيجا بت بير سكند. اوكي HDTV uses digital signals to broadcasting high quality video signals. HDTV طبعا هذا الهاي ديفينيشن مو الستاندرد، مو HDTV الهاي ديفينيشن اعلى ينطيني هاي كواليتي فيديو سيجنالز. اوكي ديجيتال الاي جي تي في سكرين از نورمالي ريشيو من 16:9، 16 عرض و 9 ارتفاع، السكرين مالتي الشاشه مالتي مالت الاتش دي، الشاشه مالت الاتش دي تكون 16 الى 9 عرض مالتها. اوكي 16 عرض والعفو 9 هو الارتفاع، دائما تشوفون بالتلفزيون اكو اتش دي واكو مو اتش دي اللي هي اس دي، الاس دي ستاندرد ديفينيشن هو ما يجي هذا العرض، تشوفون الشاشه دائما تكون يعني مضغوطه من الجانبين، اما بالاتش دي راح تكون الشاشه كلها عندي، ف 16 الى 9 النسبه مالتهم. زين دائما يكون 1920 في 1080 البكسل بير سكرين 30 تايمز بير سكند 24 بيتس بريزنت 1 كلر بكسل، هذا ايضا المثال على الفيديو
الفيديو. الفيديو سايز قلنا هو المهم. نجي على الفيديو كولر موديلز. عندي موديلات كثيرة بالنسبة للفيديو كولر موديلز. هذني راح ناخذ فقط اريد من عندكم طبعا هن مهمه جدا وارجو انه انتم تطلعون عليها بشكل جيد وبتركيز تطلعون عليها، ولكن المطلوب من عندكم بها هذه فقط من يجيكم شنو الفيديو كولر موديلز. الكولر موديلز هي العناوين فقط، العناوين فقط. RGB موديل تعرفون ريد جرين بلو موديل، هذا واحد. الثاني CMY and CMYK model. Okay. CMY and CMYK model. RGB معروفة red, green, blue. ال CMY هو cyan, magenta and yellow. Cyan أو cyan, magenta and yellow. CMY. Okay. هذه بالنسبة لل الموديل هذا، يعني فقط العنوان مالته. هذه طبعا الخواص مالتها صراحة هي مهمة المفروض نعطيها، ولكن عندنا الآن يعني الوقت ما يسعفنا. إن شاء الله نشرحها وناخذها يعني بشكل بمحاضرة إضافية تحبون إن شاء الله، اللي يحب يستفاد ممكن نشرحها بشكل تفصيلي، ولكن هذه الآن ما داخلة يعني فقط للإطلاع، وتأخذون كل وحدة ومواصفاتها مميزاتها. الآن العناوين هي مهمة. أوكي. الموديل الثالث هو CIE color model. CIE color model. هذا أيضا النوع الثالث. النوع الثالث. زين. النوع هاي أيضا مواصفاته هنا. أنا قلنا هاي ما مطلوبة لكن تقروها حتى تستفادون. النوع الرابع. الموديل الرابع اللي هو ال YUV color model، ايضا من الانواع المهمه جدا سنه الف او العفو يعني اي نعم سنه 1982 اللي صار هذا الموديل. ايضا هذه مواصفاته، هذه مواصفات مالته YUV color model. والرابع الموديل الرابع اللي هو HSL color model, hue saturation lightness, hue saturation lightness color model. أيضا هذا الموديل الخامس. هذا بمواصفات أو تفاصيل أيضا مهمة بال saturation والhue اللي يصير بالعين وغيره وإلى آخره. طبعا هي بها هواي تفاصيل. الوقت أيضا ما يسعفنا. الموديل الخامس هو HSL color model. أيضا ينحفظ هذا العنوان. وهذا كله هو للاطلاع. نجي على الفيديو كومبريشن. فيديو كومبريشن نجي وصلنا الى موضوع ضغط الفيديو، ايضا هذا من المواضيع المهمه جدا راح ناخذ شيء عنه ببعض التفصيل ونركز على الاتي. احنا ليش نضغط الفيديو؟ ليش نضغط الفيديو؟ هو نفس السؤال، ليش نضغط الصوره؟ ليش نضغط الصوت؟ لأنه طبعاً حجمه كبير الفيديو وعملية نقله أيضاً كبيرة. هذا نفس السبب اللي إحنا طرحناه بالصورة أو حتى بالأوديو والصوت. حجمه أي حجم كبير عندي يأخذ مساحة ستورج، وأيضاً بعملية الترانسميشن بالنقل والتحويل أيضاً راح يكون من أنقلة إلى مكان راح أيضاً يعني يكون يطول عندي، فحيكون حجمه كبير، فأنا أحتاج إلى الضغط في هذا الموضوع. هذا السببين هنا الرئيسيات. لماذا نحتاج الكومبريشن؟ Why we need compression؟ سؤال، هذا سؤال مهم. ليش نحتاج الفيديو كومبريشن؟ الجواب مالته Imagine that one movie video without compression، يعني نتصور احنا في موفي او فيديو بدون ان نضغطه 720 في 480 بكسل بالفريم الواحد. اوكي. Full color ب 30 فريم بالدقيقة، العفو بالثانية 30 فريم، أعلى شوف أعلى نسبة فريم مثلا. هذا شوف فيديو حجمه كبير راح يكون بدون ضغط 720 ب 480 بكسل بالفريم الواحد، فول كولر كل الألوان بي، وب 30 فريم بالثانية الوحدة، و 90 دقيقة الطول مالته، الديوريشن مالته 90 دقيقة. أوكي زين، هذا ايش راح ياخذ من عندي؟
167.96 جيجا بايت، 167 جيجا بايت راح ياخذ من عندي بهاي المواصفات بالستورج. هنا شوفون انا موضوع الستورج، اذا انا وين راح اخزن هذا؟ اذا انا عندي كم فيديو راح يخبط عندي الهارد، فحجمه كبير بالخزن. اضافه الى ذلك اذا بتريت فور هاي ديفينيشن تي في اللي هو اتش دي تي في، البتريت مالته يحتاج الى نسبه البتات الى 1.39 جيجا بت بير سكند الواحد، اوكي، بالنقل هذا، which is huge bit rate required بالترانسميشن. بالترانسميشن ايضا ياخذ من عندي بت ريت كلش عالي بعمليه النقل. فهذه السبب ان هنا هذا الجواب المهم والجواب الشافي لهذا السؤال، ليش نحتاج الفيديو كومبريشن. طبعا المعادله هي نفسها مثل ما اخذناها بالكومبريشن ريشيو، نسبه الضغط تكون هي بسط ومقام. البسط هو uncompressed file size اللي مثل size U uncompressed على compressed file size size C. هذه المعادلة أيضا أكيد من المحاضرات السابقة موجودة وأيضا مهمة وتنحفظ. نجي عندنا the following techniques are commonly employed to achieve desirable reduction in image data. هنا بالنسبة للكومبريجن راح نجي نسوي كومبريجن على الصور يعني، والتكنيك مالتي هنا أيضا عدة طرق عندي، عدة techniques حتى نقلل ونسوي ضغط للصور حتى يصير ضغط عندي للفيديو، فنقلل. هذه أربع نقاط يعني هذا طلعوا عليها للاطلاع. وعندنا مفهوم معين اسمه discrete cosine transform DCT، هذا واحد من الطرق الضغط الموجودة للفريمات الفيديو بالوقت معين. زين، فبتبعه بعد هذا DCT discrete cosine transform راح تبعه quantization، مثل ما فهمنا شنو quantization اللي هو يزيل عندي redundant information، يزيل عندي الملفات الفائضة عن الحاجة أو الزائدة، أوكي؟ هذا الـ DCT أيضاً. نجي على اللي تشوفون هذه. In video there is redundancy data. شنو redundancy data؟ redundancy هنا قلنا عندنا بعض البيانات متكررة وزائدة عن الحاجة وفائضة عن الحاجة. عندي اثنين نوعين، spatial redundancy و temporal redundancy. هذه مهمة أيضا، هذه مهمة وداخلة spatial المكاني redundancy، المكانية spatial، و temporal تعرفوها هي يعني المؤقتة. المكانية take advantage، منين تاخذ الفائدة؟ of similarity، take advantage of similarity، تاخذ فائدة التشابه ما بين most neighboring pixels، اوكي؟ تشابه ما بين البيكسلز المتجاوره، اوكي؟ تاخذ البيكسلز المتجاوره. زين. والتمبورال تيك ادفانتج اوف سيميلاريتي بتوين فريمز، ما بين الفريمات. اوكي، هذه بالبكسلز المتجاوره، هذه ما بين الفريمات. شنو هسه عندنا هنا؟ هذا اللي يوضح لي الرسم، هو هذا السبايشال ريدندنسي. شوف من اجي اخذ هذا، هنا اكو نيبرز، اكو البكسلز الموجوده كلها نفس الشيء اذا تشوفوه، فناخذ من عندها مقطع فما ياثر، فراح اخذ من عندها مقطع يسموه مكاني سبايشال، اوكي. اما التمبورال ريدندنسي ناخذ من خلال فريمات، صورة 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 من الفريمات يعني الفريمات متشابهة، فتأخذ من عندها تسوي عملية ضغط، أوكي، تزيلها بعدين ترجعها. طبعاً كل لوزي وكل لوزلس وإلى آخره. نجي نقول شنو ضغط الفيديو حتى نضغط الفيديو. we should should be either within a frame or multi frames. ضمن الفريم الواحد نسوي كومبريجن او ضمن الفريمات نسوي كومبريجن. يعني تدرون انتم كل مثل ما عرفنا كل فريم مجموعه صور، اوكي، مجموعه صور بالفريم الواحد، فنقدر نسوي ضغط بنفس الفريم الواحد
وعندي مجموعة فريمات ممكن نسوي ضغط بين مجموعة فريمات. أوكي؟ فعندي هذه النقطتين. Compresses each frame in isolation. كل واحد لوحده. يا أما أسوي عملية ضغط لكل فريم معزول عن الآخر. Treating it as a bitmap image. أوكي؟ كمجموعة صور bitmap. Based on quantization of DCT coefficients. DCT قلنا شنو؟ شنو DCT؟ Discrete Cosine Transform. نستخدم هاي الطريقة بعملية ضغط frame واحدة. أما النقطة الثانية Compresses sequences of frames. Sequences of frames. مجموعة من السلسلة من الفريمات. By only storing differences between them. يعني أجي أخزن الاختلافات اللي بيناتهم. بس على من تعتمد هاي؟ بس on motion compensation. الآن C. Motion compensation. سميها. أكو ديك DCT هاي الـ MC. نقطتين. ديك إذا على الفريم الواحد نستخدم نعتمد على الـ DCT. أوكي؟ هذا. DCT. أما إذا أخذنا الفريم أكثر من فريم مو على فريم واحد. على فريمات. فراح نستخدم الـ Motion Compensation. الـ MC. أوكي؟ زين. هذه مهمة أيضا النقطتين. ف هذه كل الاطلاع وراها اذا نطلعوا عليها ايضا يعني هي مواد مهمه وفقرات مهمه صراحه اطلعوا عليها بالصفحه 77 راح ناخذ شنو معنى او مفهوم الاي فريمز والبي فريمز والبي فريمز اذني بس اخر فقره بصفحه 77 اخر فقره صفحه 77 اي فريمز نسميها انترا كودد فريمز سيلف كونتين البي فريمز نسميها predicted from last I or P reference frame يعني ال I اللي هو I frames هذا وال P هو P predicted frame ال B frames bidirectional عكسية متعاكسة باتجاهين متعاكستين predicted from two references one in the past and one the other in the future okay And thus out of order decoding is needed. شنو معناته؟ احنا لازم نفهم هاي الفقرة. شنو الـ I frames؟ شنو الـ P frames؟ شنو الـ B frames؟ هذه مهمة أيضاً. أيضاً مهمة من المواد المهمة. The basic principle for video compression من المفاد الأساسية للفيديو compression is the image-to-image prediction. Prediction هو التوقع. Image-to-image. صورة لصورة. The first image is called an I frame. أول صورة نسميها I frame. And is self-contained. في محتويات بشكل ذاتي. Having no dependency outside of that image. يعني ما تعتمد على ما تكون معتمدة. No dependency outside that image. خارج هاي الامج. ما تعتمد على image أخرى. The following frames may use part of the first image as a reference. يعني الفريمات اللي هي اللي بعدها ربما تستخدم جزء من هذه من الصورة الأولى كريفرنس كمرجع تستخدم جزء من الصورة الأولى كريفرنس هاي الصورة الأولى بالفريم أول صورة بالفريم وقلنا مثلا خلينا نكون مكون هذا الفريم الواحد خلينا نقول أربع صور الصورة رقم 1 2 3 4 أول صورة فيرست ايمج هي الآي فريم أوكي فتستخدم كمرجع هذه الفريمات البقية تستخدم الفريم الأول أو الصورة الأولى هو كريفرنس لها بعملية الضغط An image that is predicted اللي from one reference image is called a P frame اللي توقعناها الريفرنس الصورة الثانية اللي هي صار بها توقع من الريفرنس ايمج من الايمج الأولى نسميها B P frame predicted صار توقع اوكي توقع بها and an image that is bidirectionally okay predicted يعني باتجاهين متعاكسين من two references image is called B frame. اكو عندي ال I frame هي الصورة الأولى. ال P frame predicted ذيك انترا كودد. ال predicted راح شو تسوي؟ تصير كرفرنس تصير بها توقع من الصورة الأولى رقم واحد ال I. أما ال B فهي تاخذ من ال I وتاخذ من ال الباي دايركشنال عكسي تاخذ من القديم وتاخذ من الوراء من قبلها ومن الوراء هذه هي مفهوم
بشكل مختصر طبعاً هذا المفهوم بس تأخذه أنتوا. الآي فريمز اللي هي intra-coded frames self-contained خاصة بنفسها وحدها أول صورة أو أول فريم. البي فريمز راح تكون predicted هي فريمز أوكي يعني راح تتوقعها التولز الضغط راح يسوي عملية الضغط بهاي الصورة طبعاً بها تفاصيل كثيرة ولكن هي تفهمون بس هذه كمفهوم أولي. والبي هي باي دايركشنال عكسي من تاخذ من الماضي ومن المستقبل يعني تاخذ من اللي قبلها ومن اللي بعد هذا المفهوم بس اي فريمز بي فريمز وبي فريمز ذنين مهمات وايضا تحفظونه وهذا يشرح طبعا عن الاي والبي والبي ايضا هذا مهم للاطلاع طبعا نجي على الصفحه 78 اللي هي نفس الصفحه 78 ناخذ steps of compressed video هنا خطوات ضغط الفيديو اربع خطوات لضغط الفيديو هذا مهم جدا ايضا ايضا راح نجي نركز عليه ونحفظه ونفهمه اول خطوه حتى اسوي كومبرس للفيديو كومبريشن ديفايد ايمج تو بلوكس اجي اقسم الصوره الى بلوكات 16 في 16 او 8 في 8 اذا ديفايد ايمج تو بلوكس تقسيم الصوره الى عده بلوكات يا اما 16 في 16 بلوك يا اما 8 في 8 بلوك زين النقطه الثانيه وراها بعد شنو اسوي استخدم الدي سي تي ديسكريت كوساين ترانسفورم اوكي اللي شرحناه قبل شوي دي سي تي بيس تكنيكس فور سبايشال ريدندنسي قلنا للسبايشال نستخدم الدي سي تي وللتمبورال شو استخدم الام سي موشن كومبنسيشن فاني اجي بعد انا اقسم يا اما استخدم الدي سي تي بيس تكنيكس فور سبايشال ريدندنسي ريموفال الاي فريم انترا فريم كومبريشن هذا ناخذ الاي فريم طبعا في السبايشال ريدندنسي ثلاثه استخدم الام سي موشن كومبنسيشن تكنيك فور منو للتمبورال ريدندنسي ريموفال انترا فريم كومبريشن سوري انتر او انترا نعم انترا فريم كومبريشن اخر شيء اجي شو اسوي فاينل ستيج بعد انا اكمل هاي الستيجات الثلاثه اسوي اقسمها الى بلوكات واستخدم الدي سي تي اوكي ريموفال بعدين استخدم الام سي ريموفال بعدين اخر خطوه فاينل ستيج از تو دايمنشنال ران لينث كودينج اجي اسوي كودينج ترميز لل تو دايمنشنال كودينج للصوره او الصور او الصوره نعم اوكي انكودينج اوف اي فريمز هاي للاي فريمز احنا بدنا نسوي انكودينج ترميز فراح يصير عمليات هذه الكومبريش الكومبريشن فيديو هاي طبعا رسم توضيحي هذا رسم توضيحي ل ما تحدثنا به ما تحدثنا به هذا الديسكريت كوساين ترانسفورم هذه الفاليوز مال دي سي تي هاي الكوانتايزيشن هذا كم يسموه زجزاج سكان بالكودينج عملية طريقة معينة اسمها زجزاج زين هذه الفاليوز مالت البكسلز هذا البلوكس اللي صار بلوكات قلنا نقسم صورة بلوكات هذا الار جي بي هي عبارة عن ثلاثة جرين بلو وريد هذا الار جي بي الصورة بعدين تتحول لليو الواي عفوا واي يو في وبعدين نسوي لها بلوكس الى اخره هذه عملية الضغط الفيديو اوكي فهذا هو نهاية المحاضرة ونهاية محاضرات مادة المالتي ميديا بالمحاضرة التاسعة اللي شرحنا بها الفيديو اتمنى نكون احنا غطينا المادة كلها ببعض ونحينا جانبا بعض التفاصيل اللي هي في هذا الظرف العصيب انه اضطرينا الى انه نخليها للاطلاع وارجو ان تطلعون عليها لفائدتكم والمواد الداخلة احنا حددناها الآن وخلصنا كملنا مادة المالتي ميديا يعني أشكركم جزيل الشكر أولادي وبناتي الطالبات والطلاب أشكركم لمتابعتكم المحاضرات الفيديوية اللي قدمناها التسعة لمادة المالتي ميديا ونتمنى نكون إنه ما قصرنا في شرحها وتوضيحها لكم واي استفسار او سؤال او شيء يعني غير مفهوم عندكم اتمنى انه تتواصلون وياي عبر المنصات اللي انا بيني بينكم الخاصه والعامه
وإن شاء الله نوضح لكم الشيء اللي أنتم ما فاهمين. فأشكركم جزيل الشكر على وقتكم واستماعكم وسعة صدركم، ونتمنى لكم التوفيق ونجاح في امتحاناتكم النهائية لهذه السنة. شكرا لكم وتحياتنا لكم ولعوائلكم، ومع ألف سلامة.